السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم المحاضرة الثانية في مادة اللغة الإنجليزية Unit 2 Your World Names. على متعرف على شخص، على اسم شخص معين أو صديق، راح نستخدم السؤال التالي: What is your name؟ فيكون الجواب My name is، نخلي الفعل وبعدها نذكر الاسم. What is his name؟ نقول his name is ونذكر الاسم. What is her name؟ her name is ونخلي الاسم. مثل ما نعرف الـ your هو الـ possessive adjective، يعني يكون لما نكون بالجواب يتغير من your إلى my. و his يستخدم للتعريف عن الشخص مذكر، وال هير للتعريف عن يعني شخص مؤنث. مثلا his name is أحمد، her name is منى، وهكذا. Getting to know each other، على مود نعرف الشخص من أي بلد، راح نستخدم السؤال التالي: Where are you from؟ أنت من أي بلد؟ ال يو طبعا راح يتحول بالجواب إلى I. I am from England. Where is she from? She is from Canada. هنخلي الفاعل بعدين الفعل from Canada. Where is he from? He's from Russia. هنا أيضا هنخلي الفاعل اللي هو he بعدين الفعل is، وراها راح نذكر البلد مالته. Where are they from? They are from France. Where is your family from? Your دائما your بالسؤال راح تتحول إلى my family is from China. نعم my family صارت كأنما فاعل، و is صار عندنا فعل، from China البلد اللي يعيش بيه. nationality اللي هي الجنسية، على بد نعرف جنسية شخص معين. ناخذ هاي الأمثلة عم تبين عندنا: she is from Canada. she is Canadian. Canadian الجنسية مال الشخص الكندي. he is from Japan. he is Japanese. يعني Japanese هو الجنسية مال شخص الوارد في تشابان. I'm from Italy. I'm Italian. Italian أيضا الناشوناليتي للإيطالي. They are from Australia. They are Australian. Australian الناشوناليتي for Australian people. بهذا السلايد راح نشرح بعض الدول العالمية وشنو الناشوناليتي لهذه الدولة، واللغة اللي يتكلم بها الشعب مالتهم، اللغة اللي يتكلمون بها. فالكانتري أول كانتري United States of America، المختصر مالتها USA. ناشوناليتي American واللانجوج English. الكانتري الثاني أستراليا، nationality مالتهم Australian واللانجوج English. الكانتري الثالث هولندا، الناشوناليتي دوتش واللانجوج دوتش. كانتري ايجيبت، ايجيبشن الناشوناليتي مالتها واللانجوج Arabic. الكانتري هنا تركي، الناشوناليتي تركيش واللانجوج ايضا تركيش. بهذا السلايد رح ناخذ قواعد لاستخدام am are is. عندنا الفور فورم، I am انا، الكونتراكشن مالتها بالبوزيتيف am اختصار، يعني فور فورم بالنيجاتيف يعني النفي I am not، وكونتراكشن بالنيجاتيف am not. You are انت، your contraction full form بالنيجاتيف you are not، و you aren't contraction بالنيجاتيف. he is هو، she is هي، it is
هاي الفور فورم بالكونتراكشن هيز شيز اتز. فول فورم بالنيجاتيف هي از نوت شي از نوت ات از نوت. بالكونتراكشن نيجاتيف الاختصار يعني هي ازنت شي ازنت ات ازنت. وي ار نحن وي ار بالكونتراكشن بوزيتيف. وي ار نوت بالفور فورم. وي ارنت بالكونتراكشن نيجاتيف. يو ار يو ار you are not بالفور فورم نيجاتيف. you aren't بالكونتراكشن نيجاتيف. they are بالكونتراكشن بوزيتيف. they are not بالفور فورم النيجاتيف وبالكونتراكشن النيجاتيف they aren't. ايضا يمكن اختصار كلمه are not and is not بالصيغه التاليه. you are not Italian. You are not Italian. نختصر الـ A هنا مع الـ R. نخلي بمكانه كومة. ونكتب R E. وراها الـ not نكتبها كاملة. She is not Canadian. She is not Canadian. نفس العملية هنا. الـ is نختصر الـ I. فنخلي بمكانه كومة. وراها S. ونكتب not Canadian. هاي السلايد شرحنا بيها الجرامر عن استخدامات الـ am والـ are والـ is. بهذا السلايد رح نشرح البوسيسيف ادجكتيف اللي هو ضمائر التملك. عندنا نوعين بالبداية. عندنا السبجكت برونام ضمائر الفاعل الاي انا واليو انت والهي هو شي هي ات للضمير للغير انسان يعني جماد. وي نحن يو انت اند دي. عندي ناخذ جمل عليها اي هاف اشيرت نانا. هذا ضمير الفاعل طبعا استخدمنا اي. اذا بدنا نستخدم البوسيسيف ادجكتيف الاي البوسيسيف ادجكتيف مالته هو ماي. وطبعا ورا راح يجينا اسم اللي هو المفعول به مالتنا وراح نخلي الفعل ونكمل الجمله مالتي فصير ماي شيرت از جرين. هنا اليوم ناخذ الجمله عليها بالسبجكت بروناون يو هاف ا بوك. أما البوسيسيف أدجكتيف ضمير التملك مالته اليو هو يور. فنفس العملية يور ونخلي المفعول به اللي هو بوك. يور بوك إز نيو. الهي هي هاز أبيلو. ضمير التملك مال هي هي هز ونخلي المفعول به هز بيلو إز سوفت. شي she has a dog. والشي ضمير تملك مالته هي هو her. her dog is small. ال it اللي هو subjective pronoun للفاعل it has a ball. وال possessive adjective its. its a ball is blue. we ضمير الفاعل هذا we have a bear. أما البوسف أجكتب مالته هو our. our bird is noisy. خلينا نفس الشيء our هو البوسف أجكتب للوي ونخلي المفعول به البيرد ومن ثم الفعل. you have a house. طبعا البوسف أجكتب إلى your house is big. they have a car. أما البوسيف أدجكتيف دير ونخلي المفعول به كار إز سلو. ورا الكار مفعول به نخلي الفعل وبعدين نكمل الجملة مالتي. هنا يجب أن نفرق بين يور اللي هو بوسيف أدجكتيف تكون صيغته ينكتب بهاي الصيغة و يو آر اللي هو الكونتراكشن مال كلمة you are. تصير your. باعوا الفرق بأنه بالكونتراكشن مال you are you والأي نحذفه ونخلي بمكانه كومة ورا نكتب are وناخد جملة عليها you are an excellent dancer. أما your هنا نلاحظ
You need to bring your dictionary. عندنا البوسيسيف الثاني it is لازم نفرق عن its. It is هو possessive adjective بينما it is هو ال contraction للكلمة ال it is. بس لازم تفرقون بين your وال you are وال its وال it is.